حاجة، أول حاجة طبعا أنا مهندس على برنامج أودا سيتي، فأول حاجة هتعملها أنت سجلت ريكورد. طبعا أنا سجلت ريكورد بإيه، بالمايك بتاع اللاب، ما سجلتش أنا بإيه، بمايك كوندنسر أو مايك تاني، لا لا أنا سجلت المايك بتاع اللاب. فأنت لو سجلت مثلا بمايك كوندنسر أو أي مايك تاني هيكون أحسن طبعا. تمام، فأول حاجة طبعا هنبدأ الهندسة. أول حاجة طبعا إيه، هنشيل الضجيج، نشيل الدوشة اللي في الصوت. إزاي طبعا هتعمل ايه، هتحدد جزء بسيط كده. طبعا انت بتسيب في الاول شويه شويه يعني كده من غير قراءه، ماشي، عشان تعرف تحدد ايه الدقيق. تمام، فانت هتحدد اول شويه كده، تعمل عليهم سيلكت كده حاجه بسيطه، وبعد كده هتطلع على افكت. تمام، وهتختار نويز ريدكشن. نويز ريدكشن، تمام كده، هتضغط عليها ضغطه. تمام، وبعد كده هتضغط على جيت نويز بروفايل. تمام كده، انت كده حددت الايه الدقيق. هتضغط بقى ايه، هتحدد الريكورد كله. تمام، احنا حددنا جزء صغير عشان ايه، الجزء ده بيعرف صوت الدقيق. تمام، وبعد كده هتحدد الجزء كله، وهتطلع تاني على افكت. تمام، وتختار نفس الاختيار نويز ريدكشن. تمام كده، بس المرة دي مش هتضغط على جيت نويز بروفايل، لا هتضغط على اوكي. تمام، تمام، خدت بالك الضجيج كده ايه، انشال، شايف؟ تمام كده. برضو لما تيجي تشيل لما تيجي يعني تشيل الضجيج وكده، ما ايه، حاول تختار مكان ما يكونش يعني يكون فيه ضجيج بسيط، ما تختارش مثلا الضجيج كتير عشان ما يأثرش على جودة الصوت، انت فاهم؟ تمام، بعد كده هتشيل المكان الايه اللي هو الفاضي ده. تمام كده، ماشي، هتضغط على ايديت وبعد كده ديليت. تمام، بعد كده هتيجي هنا برضو. تمام، هتختار دي كده اهو، هتشيل الفاصل ديت. تمام اهو، ماشي، تمام. طب انت لو يعني مش عاوز تشيل براحتك، بس كده ايه هيكون افضل يعني. تمام، شوفوا حاجة تانية، خلاص كده. تمام، بعد كده شلنا ايه، صوت الضجيج، وشلنا الفواصل، النفس وكده. تمام اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تمام. بعد كده هتعمل سيلكت كده. تمام، بعد كده هتطلع على افكت. تمام، وهتختار امبليفاي. تمام كده، بعد كده هتشيل الرقم ده، ماشي، ايه، تكتب واحد. تمام، بعد كده تضغط اوكي، رقم واحد. تمام، ده الفلتر ده بيدي نعومة للصوت. تمام، بعد كده تضغط على افكت تاني، وتيجي على ايه، كومبريسر. تمام، دي واحدة، بعد كده تضغط اوكي. تمام كده، بعد كده هتيجي على فلتر كولايزر. الفلتر ده يا جماعة مهم جدا، وهتيجي هنا، خلي بالك، ماشي، وهتنزل على اختيار تريبل بوست. تريبل بوست، تمام كده، وبعد كده هتضغط فين، اوكي، خلي بالك. وبعد كده هتطلع لافكت تاني، وتختار نفس الاختيار اللي هي الايكولايزيشن. تمام، بعد كده هتنزل نفس الايقونه ده، وهتختار ايه بالمره دي، تختار بيس بوست. طب هتضغط اوكي تاني. تمام كده، بعد كده افكت تاني، هتروح على فين، على ريفيرب. ريفيرب اللي هو الصدى، ماشي. وبعد كده هتدخل على مانج، ماشي. وبعد كده هتتك على فاكتوري بريزيتس. تمام، وبعد كده هتطلع على ايه، باث روم. تمام، عشان تعمل الصدى، خلي بالك. وبعد كده هتشد دي كده لحد ما تبقى كام، 100%. تمام كده، بعد كده هتضغط ايه، اوكي.
دي انت كده حطيت صودا للايه، للريكورد ماشي. بعد كده هتضغط على افكت تمام، وهتنزل على ديلاي تمام، هتخليها نفس الارقام كده، سالب 15 40، بعد كده 0، بعد كده 300 وهكذا تمام. وهتعمل ريجولر ماشي، نفس الاختيارات كده، وهنا يس تمام. بعد كده هتضغط اوكي تمام كده، خلي بالك. وبعد كده هتيجي على الايكو، ايكو دي صدى برضو تمام، هتختار مثلا 0.4، 0.4 وحسب صوتك بقى، بس 0.4 ممتاز خالص تمام. هتضغط على ايه، اوكي تمام. بعد كده هتنزل على ليميتر، هتضغط كليك، بعد كده هتختار طبعا في الاعدادات هارد ليميت تمام، نفس الارقام كده، سالب 3 و10 وهكذا، وهنا نو، بعد كده اوكي ماشي. كده انت بتحد الايه، تخلي فيه صوت محدود كده، مش طالع لفوق كده، وايه يبقى مظبوط يعني تمام. تعال نشغل بقى نشوف الصوت. طبعا الصوت متسجل كده من على اللاب، يعني ما سجلناش بمايك كوندنسر ولا حاجه تمام. فانت لو عندك مايك هيكون افضل بكتير يعني، والصوت هيبقى احسن بكتير تمام. ولو انت في مكان عازل ما فيهوش دوشه وكده هيكون افضل بكتير جدا تمام. بعد كده هنشغل الريكورد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا انت كل ما يعني لما تحط الفلاتر تمام، وبتصدر الريكورد تمام، بيجي مثلا كمان ساعة اتنين تلاتة يعني بيبدأ الفلاتر تاخد أماكنها، فالإيه فالصوت ينضبط أكتر، يبقى مظبوط كده، يبقى صوته حلو والفلاتر أثرت فيه أكتر تمام. تعالي تاني نسمع الصوت ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام كده. في حاجة تانية برضو، انت لو عاوز مثلا تسرع الصوت شوية تمام، طبعا نضغط كده. لما لو عاوز تسرع الصوت شوية بتيجي على مثلا تشينج تيمبو ده تمام، تشينج تيمبو تمام، تضغط على كده تمام. كده مثلا تبطئ الصوت، كده بتبطئ الصوت خلاص يعني. مثلا وقتنا بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، هنا بتسرع الصوت، تسرع يعمل تعمل له سرعة تمام. تعال نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تمام، بس انا مش هسرع الصوت بقى، فايه اللي يعني اللي عاوز يسرع بقى ايه حسب ما انت عاوز تمام. وفي برضو تمام، في ممكن تعمل تخلي صوتك مثلا تخين شوية او رفيع شوية، يعني اللي انت عاوزه برضو من هنا change speed تمام. تعال نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ماشي، عاوز برضو ترجع شوية ماشي، تخنه شوية اللي انت عاوزه بسم الله الرحمن تمام. الرحيم، اللي انت بعد كده بتضغط اوكي، بس انا مش ايه، انا مش هستخدم الفلتر ده تمام. وبعد كده بتصدر. بتصدر ازاي؟ هتطلع عند كلمة فايل تمام، وهتيجي عند كلمة اكسبورت تمام، وهتضغط ام بي 3، اكسبورت ام بي 3 تمام كده اهو تمام. وهتضغط على ديسكتوب مرة
بعد كده طبعا هنا ام بي 3 تمام، هنا ام بي 3 بعد كده هتسمي ده تمام، هتسميه بس بالعربي عشان تصدر معاه تمام. مثلا قرآن مثلا تمام، وت ايه تعمل له سيف حفظ اوكي تمام كده. على فكرة الموضوع سهل جدا وبسيط، وبرنامج اودا سيتي دي برنامج جميل جدا تمام، وانت لو اتبعت نفس الخطوات حتى ان شاء الله هيبقى هندسة جميلة وصوت جميل وينفع لليوتيوبر او اللي عندهم قنوات. يا ريت ما تنسوش الاشتراك، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، وشكرا، السلام عليكم.